مركي هجرد وأهيد أفر طبعاً كهجرد أيو سيدنا عمر الخطاب رجو دري لو دري العراق إنه قبطان ريف فارسي مجوزتي أي كقبطان بوها صدح سنو دقالو وذي وهاد يادو قيام بدنا مسلمين بدنا كوشي هيدين قالنا أي كوش شبطي أيو مركا هبان دولي يهركعو سيدنا سعد بن وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه هجرد مكي تضبيه طبعاً أهيدنا بصري يكوف أيو لسي سعد وقاص رجل سعودي بعد نسي بصري يكوف أيجا أس أسيد البنان يمقالوا إن كأساسين لما يسترن بأمر من الخليفة الراشد وعمر رضي الله تعالى عنه أفر يطبنك يجرد إلى الله باتنك أما الله باتن إيه كودي يصدح دي إنت أبا أسقى أقاس شوغي كوف واجدا بأمير يوالي كاها حلقة مركض دنبي ووالي نقون إيه كوف اللي دقا يمقالا اللي دقا إيه حلقة سيقوليه ري كوف سود عوين قيبة كم إذا سود عوذي ولي مركع عامة أنا أقوم بدن لهاي وندين تحبك أقونين أو هدي ونوحن مع الله هين أيوة مركع مركع وحكد لجها هي أي إمام كدعوي كحد قدبي ويس آذان ويس آذان مركع مركع لسود عوي أو ورك أسوق على سيدنا عمر وأن أركض دوناي وقيره سجبو فرين ودري يموري حرونتا مدحتوية دا أما عاصمة دا دالك مسلمين تا مدينة ويمت عمر با مركا أورنا بي أبا إسحاب حولي والا قاسو دعوه دي وحوال بي كاشيغين إلا أي دهدين سعد بن وقاص ميقان سدو أتوكدو صلاة دا حد دواب إياه نين لي أورنجري أسامة ابن قتادة أبو سعدة الأورنجري با أولي بضنا نقاسا وحويلي لا يسير لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ما وحورنا في مجر وحيري هدي دول لماذا عيدا بحنا مرعه هدو حول قيبين هيانا عدالة ميقان سيسما وحكومة قيبيو هدي قرية حاجية حكم لوكين صدنا وجور فلا هو أحدابه وحما وردنا فيه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية صلاتنا ما وقف في عنوجي مركز سيدنا عمر هو شهاد بوغحن وصدي فرين بقدري سعد بويري عاصمة بويمد هو شبه الشابي هو شبه الشابي إسلام مركينا هو عزلو حلك وكقاضي حلك وكقاضي صدح وداد بقدري حلك وسعد كلي يسكو هاي صدح وداد بقدري عبد الله بن مسعود يا عمار بن ياسر يو عثمان بن حنيف صدح ذا وذات بسكدب يسراعي عمار بن ياسر حوري صلاة أمدى خلقه فتجو إمام صلاة بانكا كوغا مسجد كوينة جامعة إيوالي وكتو كذا أصاب وكتل يكاس أمدى كتوجي سيارك هذا مدل بإمام قونه أوليه عبد الله المسعود وحيري وحنقو حساري بيت مال الوزير المالي بيت مال كي نقالها كوفي آقا صوغا لمسؤول أتكتها عثمان بن حنيف أم حنيف وحور حساري وزارة وحودي ودول كي يجريين مساحة الأرض إلا ودول الدجا يا عاصمة ماشي شنو قلت مجالوين بوس بالربايات كل لوجو ودوين كل حاجة شيء هاوش دول كي يجريين تو أدري وحدة قالي هاول وحود حزاري عبد الله المسعود صلادي هاوشي هو قام أنت حق الدين تنا وحود حزاري عمار بن ياسر كدي أنت مركز السمائي أيوه حكود دري سعد وقاص حكود دري لبو ذات بور راعي دولة سيدنا عثمان المسؤول وقعها ضبقلك دعوين ككي مادة مسؤولين تا من مسؤول أما والي أما قاضي أما أمير هذي برشد كسر دعوته وزارة أجونة ترتيح خلافة سيدنا عمر وزارة وحام مضح كأها محمد مسلمة محمد مسلمة نجي أستوري تري كعبنا عشر سما قرنيزات وذات كاولها كف يعنى انساري قابا مسؤول كاها انساري جي محمد مسلمه ايو عبد الله بن ارقم بو اسكو دري وحوري كحيه سعد كوف الله تقا مركز كوفه تكتان مسجد والبوي مسلمين تكتو كدان جي او محراب كي استاجي مسلمين تفرد الله الله ان كان واسع وقاس امير المؤمنين وحوري نكو عثانيا نينكي وح عيبا كؤب نينكا اساقي سعد أما الظلم وجيستي أما حد جذب أما الدين حمو إنه سنشجع أسرع قرنه ويستاجه إلهي بأن كل دار النبي سيد الدم بلا مري مسجد البول لقي استاجيو
وحورنها يعني كانوا أهل خير بانكوجنا حمان كموجي صحابي قيمة بدون وعي والله بان ياي كوفة الآن تينو تشري ميسو سودا حاجر وكرب تنوذاتك بركي قدام بيسي مسجد قويس ربني عبسيلة إليهين ويقول ابني حافظي أبض نايل وقويس ربني قيس كترسان أيا لقي استاجي سعد وقاس لابد ولادنا كي استاجين محان مسلمة قولي وذات كادان شيقين أبو سعد وصام ابن قتادة أيا استاجي عوري هضانا دارسين حقا نكو أدمينا حقوها يا معيت ضنا دارسين بنا حقنا قد قيس أمحويا سعد سيدا لوتو كذا ميا قال هدي قر لوقي يا واحد هذا هدي حول قيبنا يو لشيفيانا بنام بكدغا دولان هدي لو بحاينا عيدا كما برعوا فلي سعد بن وقاص هذا هو مؤنين كصحابة كسمرتي سيدنا عمر مركي ريفارس وفدي واي ويجي صحابة ويجي أهل بدر وحكنا ولا يان مانتا أدي با فارس او عيدن كهو قامن او حلكا كسو بحكر جيس نمو رقن نمو حنينيو ضد نمو طلقا حالي وحان سعدين وكب حكر مجرى ونجي عرب عربي كسمرتي صغير نبي محمد ودعي اي يلي يا سعد الهي بري ولا قاعد جيبها ياي مستجاب دعوها نبي قلت لها تجيبوها مركع سعد بافولي هذا صحابة دقيسين ميس لكن وانين إذا بدروا بدرر بوي مركو أنت منك يجيبوا سعد سين ويا وا وا كل هذا مركزه إلهي وضون كاستعجي هدو يستعج هالجاش يا جو رياء وسمعة هالجاش يجي هالو أركو هدو يستعج وحوش شجعنا وبين يهاي اللهم أطل عمره وأطل فقره حيري وعرضه للفتن علوم المسلمين تقول لا يا بن دعاء سعد حي لا يا بن نن عالمة ووايلة وسابقية له وأمام الملأ والجماهير اللي واحد قد بوح بين الله قش يقون صلى هاي وهذا أنا أسوق عريسا عدالة دي أم بده يمدك منك كمري أدو هذا دي سال جوجل إنكارك وقول على خبر الله بالهيد يا إن كارك وقول دعضي وعلى مكاس وبحضي وبلايا مدوك الضفطي وحبا مكاس يدين لي إله أدونك هادو بين شيء أدونك بين شيء ونمي رقبا إلى ذا هدي نمي رقبا وحكل سوعي هاي وإلهي كعب صنايا في الغضب والرضا أيا أنت أقرت هدرا وحول إله هذا يكتها بين بها شيء حتى هذا يكتها يا لقاشي أنت شردي وكحرة إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة شروط لقاشي هل لقوا أركو هي البايري ومع ذلك حكودنا يا مقع دولة سعودية هذا دبق لي زي دبق لك قوة دا غوبرناتوري والي كوفا يحور رأي إنه حكومة مقع كهل ولا إذا هذا وحرم شيء قال لو أنك أهين نك ربنا عبسي كي استاج مسجد هبل طيب مقع سورة دنيا حرا الله ما طل عمره إلى هو عمر سديره هذو بين شيء جيو هلا قال شيء أنا يكتبون دعاء كأهين عمرك يسأل الله ودهره فقري سنة الله ودهره وعرضه للفتن دين تي سنة كفتنة انت باكل عادي انت باكل عادي ورتو عمري إلى حجبيه سند إنها قرية فقرنا والو امتحاني أو فرتي سبوا اللي في واي مالك أو حكور رين حولها يستوى نقنا من مقع على نقم بوها أسوق وايلة أو فقيرة يا هذانا وحال وفدنا يزنو زنا تعاي فولد يرك حافظها مريسو مركو أنتو نب على سوق الدمعة يا مركو يمشينا جوار مريسو طفت كل دكان نب مدر بحضة مد كويسة مد شيء قال لنا على مد كعرطة هو شيء عام بين نقط مركو اللي يروح معاكو قد عيوايل لوات عمري إحنا واقو قط الله إن دب ما هيسيد طماعية درين رجعت بأمن كان بابه يصير محاكو قد عاي وروحوا الطماعية درين رجعت ما هي هوار كسعد بأي قد عاي وحبا قرن بيسان اسكا همسو ديه جري سقاشن جر هب هبلين هايو قرقورا وفضيد طفاها قد عاي حوري وحقو من ما هو هوار هوار كسعد بأي هلي أصابتني دعوته سعد وقاس يا الرجل الصالح من أورن جري وحاكدرا وحال الدليل أصوى وايل كو عمري قاعدنا ينضلع
رجل لوجود ليبها في فتنة المختار ابن عبيد الثقفي متنبي الشيطان كها تذكر تاجريبه رواية كقارقود الكائن لوجود لي عضينية يعني وظل سيدنا عمر وموسى عزلين سعد وقاس وركا الله شيء إنه رنيا ومع عزلين إنه سن أهل أهين حلك يهوشا حور ربي إنه دتشي في النتها يا مركا كلية بلشوا مربى أبا أنت إلا دتشي تترى نيكا أنا قانا وأنا لا يقانا ونن رجال ونن درع سواني كجري وي أص أموسى في الناس يسعون ها المدير بين صومها وحنا نوقف دبايو حلقة يا بان هوس ولا هالله جوار بوكا قبا ما يا سجى أديركي يا نين كان هبريتي قبا سومالي وانت قرنا أبو الدعاء حكود دونيا يكون هذا المال إكاد دوران أو هلان أذي نين كان أبو حكون تي إن أي واحد كده حي علاقة وقع حطوه في النظر سؤد تي وقبا وتيو أيو حسكود يا سحابه سيدنا عمر إنه كقاد سعد هوش بكقاد ولذلك يمرك لمن يحكو داري شورد بكو داري لحظ النم بكو داري وحوجي لها ضي إمارضي خلافه أصيبته أهل سعد وقاس فذاك وأقل ما ورقي ذي وأننكي أستاهلي وأقن عزيم ومع عزيم برعان خيانة وعجز إنه خائن ياي أما هوش وسنكسه بحكر ومع عزيم وحانو عزلي إن فدنا أن قبوجيون دتشيو عمار بن ياسر روا دعوية صحابي كلبو لوجي وا دعوية بلاي كشك ركوف إلى وادم عمر وهباري هبارك عمر بيلد بنت هذا كوف مقال جرت ماها وقل قل لا لو كلتك الصقر دسي ما كي ركتي أو كوف الدين وإذا أد يا أشدكو صحابي كلبو لوجي صحابه ضبارة نبنيكو أوقيا بلاي يا أنصار يا مهاجر ودرا سابقي إسكالي سنة كذب دعوية بلاي كينان كون وي وريني الله وريري بوري سيدا ضبا سيس كذا دب وريجا هي وكدو من ركوف رع عراق نمن كو خير درانا واه هاي نرك عمر هبارك سنة وي قبطا كوفو سعدنا وعقسي هري قصلاص يا ميشا كجرتا بعض أهل العلم وحيليهين حادعي كرتين وعز لي سيدنا عمر وقاضي حلك سعد لأن وحورها سياسة عمر والوها دو أفر سنة كبدن جو حلها يوكقادي جري ولكن هذا أفر سنة كبدا حلك هاي وكقادة شري ماشى وكقادة وحلو بدل المال كله أما حلك هذا وكقادة حلك الودي بيا رقم وحولها ماشى نعف في قبضان رقالها بدل كي ما أدو رقم أمد ينشرين دربوا كب سيس أوفت نينين نبى ماشى قرابة يسأل كيس وكبدان يهين أبوه قال المال كله يوتوري شري سياسات كعمر بها هاي شرع على وافق سن شرع على وافق سن تداول السلطة شغل كمالها تداول السلطة العلمانية شغل كمالها إسكيل عليه مدى هيدا مدحوينها مسلمين تا إن لو حدد مدد مدحوين آهان هيو وعلمانية كفرية دين تنا شغل كمالها لا صعب أكو خل ضمينة وحلقية وانتاظوا المقشان تداول السلطة الفصل بين السلطات يهولها ونذريد رجال البيت كي وسترين كي فرنجيكا إن المدان وحسحان دين تنا شغل كمالها الفصل بين السلطات محوية قانان قال هذا أضينا هاي ستاة دون كما مش إنه نهضى أن وحوه دي والله عنه أما أن داعنه محوية قانان سلطة التنفيذ ماذا حوينها إيا وحي كوهو سيئو لانتا إيا هي يد فلنتا أحكامتا إيا قوانينتا يد سادرتا فلنتا هي التنفيذ بيدا ذان من الأمير إلى من الخليفة أو الإمام إلى آخره إلى بوليس كوير يكوى ودوينك تكتاغر وحكال النظامين هيئة التنفيذ وإن يقوني أهاتي ده سلطة التنفيذ قوني أهاتو سلطة صدح اللبادنا وسلطة التشريع شرع الدجنت وبرلمان يهولي سنة وإن أي قوني أهاتو ومدنمتك على أي سن حكومي كارين إيو سلطة القضاء وهيئة دقرصور كا وحاسة محاسوي لزن حريات كي حقوق ضم مجتمع أي أفراد يبلشان إلى أن لنا سالس كل واحد قد بنا ولا سكو مركز أنت يقدرين بيدت كرنا حريات كودي حقوق ضم عن توحيد قليين حفنا يرأوا اللي هذا برلمان برلمان كأو حدونا قاسمين مسح عن كرتان حلي قاس حلي قال لمسه كذي كرو وحلا مسمين كرو وحلا معون كرو نركل الله محرن كرو يا إذا هيستا
in yaroo dhowr iyo toban ama labaatan ama boqol ummad oo dhan ku ciyaaro xoriyaadkeedii iyo xuquuqdeedii marna bedeli marna samayn waa naqdi wixii dhan bay dumiyeen iyadoo sidaa tahay nadariyada shareecadan oo shuqul bakuma laha lianna saddexda suldaba waxaa laga yaabaa inay ku kulanto fii shaksin waaxidin cindana iska ilaaha ma tagina oo hawallicina nadariyaadka gaalada reer galbeedka kuwa culimo la moodana intay idiin sheegaan ha ku khaldamin iska ilaaliya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sultatu tanfiid asaga ahaa sharci dejintan ayaa iska leh allah subxaanahu watacala yaa noo soo gudbinaya suubanaha calayhi salaatu wasalaam laba dhe maxaa dhiman sultatu qadaa yaa xukumaya muslimiinta oo loo xukuntami jiray suubanaha abubakar sultatu lqadaa waltanfiid watashriic baa asagaa taagnaa meesheeda maxay annaga haddaan muslimiin nahay ma aaminsanin sulda tashriic aan ahayn ilaahay tiisa waxaanay ma aaminsanin wixii kaloo dhan waa tabliiq iyo gaadhsiin iyo fulin wey labada sulda sultatu tanfiid sayidina abubakar baa hayay iyo sultatu qadaaba cumar baa labadaba hayay cuhmaan baa hayay cali baa hayay mararka qaarkood markay shaqada ku booto inay naa'ibiin samaystaan waa laga yaabaa iska ila hawsha iyada waxba kama jiraan waa waray gaala idinla yimaadeen inaan qaybsano oon suludaad kala qaybinna xaq baan u leenahay inaan shaqsi iskugu geynina xaq baan u leenahay wax noo diidaya ma jiraa diin sheegaysa in la kala soocana ma jirto kolba saan maslaxo u aragna wey haddaan maslaxo u aragna in madaxweynuhu uusan qabdihii maanta geli karin maadaama ay howlo kale ku furan yihiin waxaan leenahay bal magacaabo wadaaddo waaweyn oo culimo mujtahidiina xilkan naa'ib ka dhigo iyagoo ha kuu qabteen hawsha fatwada iyo xukunka sharciga caddayntiisa howlahaasna mufti samaysa haddaad rabto ama adigoo fatwa oo saacado ummadda u soo fadhiiso diinka u sheeg waa dad mujtahid tahay dad caamay tahayna culimmada hawsha u daa yacnii waa howlo ku saabsan maa yataaddaa bihi lwaajib baa la yidhaahdaa maa yataaddaa bihi lwaajib masalada la celceliya ah in la xadido muddada madaxweynaha in la xadido muddada khaliifka muddada amiirka toban sano afar sano saddex sano laga dhigo waa baatil waa bidca kufriya lireer galbeed oon islaan shuqul kulahay ama culamaaulmuslimiin waxay ku ijmaaceen madaxweynaha muslimiinta inaan la xadidi karin muddada uu madaxweyne ahaanayo xilkaana ma waayo ilaa uu waayo shuruudii imaamnimada iyo madaxweynenimadka gaalnimo uu ku dhaco matalan fisqi aan loo dulqaadan karin ummaddii duminayo kale matal oo mutacaddi ah iyo imaahee inuuba noqda caajis aan xalki qaban karin bulshada hawsheeda aan ka soo bixi karin ahliyad iyo kartida loo baahnaa laga waayo mooyeen ma lama ogola in la xadido waa caqdi ijtimaaci ah oo bulshada iyo waxaa ku heshiinaya hee madaxweynaha toban sano naga dhigi karaa labaatan sano waa sheekadii taraam weytii nabi maxamed ma aha iyo muslimiin laakiin wadaaddaa diin idin ka dhagay la socda hadda iska ilaaliya wadaadkii ashcarigaha abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa muxuu ahaa riyaadu lumam fi iltiyaati اdulam wuxuu gartay waxaa garan laayin kuwa sheegan inay salafiyiin yihiin muslimiintu wuxuu ku ijmaaceen buuri inaan la xadidi karin oon xil laga qaadi karin madaxweyne muslima khaliif inuu waayo shuruudii madaxweynenimada imaamada mooyeen waxyaabaha marka laydin qarinayo ree macalin waxay dhahdeen bidaarihee sibiq bay kugu gashaa calmaaniyaddu yaydin dhuumanin in badanna waa hawsha waa ka hadlay haddii naftaa laygu simana marar badan baan soo celcelin doonaa ilaa aad ku daashaan sidii wadaadka ree bambaasa 98kii wadaad macalin oo ahaa ee darsiguu sharxi jiray markaas wuxuu odhan jiray qad sharaxtu lakum wa awdaxtu xataa qultum toosha marka xataa qultum toosha baan wadi doonaa ilaah hadduu yidhaahdo hadda koor waa idiin sheegay calmaaniyada waa saddex waa laba qaybood madaahibta adduunka maanta ka jirta waa saddex madaahib markaynu ka hadlayno nidaamka siyaasiga ee muslimiinta muslimiinta dhabta ah ee quman ee ilaahay rasuulkiisa ku xidhan ee wadiiqihii lagu ogaa diin iyo islaam lagu ogaa haya maxay qabaan shareecada islaamku waa shareeco dhammaystiran oo kaamila ah alyowma akmaltu maalinkay soo degtay ilaa qiyaami saaca waa shareeco dhammaystiran ilaa uu ilaahay qur-aankiisa iyo diinkiisa qaadayo shay walba oo baahida aadamuhu ku xidhan tahay
ينولشودنا والقعدي إما سجود وإما سجار أهاني نظام سياسي وإسلامي أورما يسترون متكاملة بقواعده ينصوص تيسا يأدلدي ستفسيرك جزء أي إلهي كيني سدا واسدا مسلمين تؤمن سيه لابا مذهب باتشرا مركا لابا أركتي أركتي دار الكوبات ومد أقال صنعة وتؤرنا يسا ومد اللوية قانا العلمانية الشاملة العلمانية الشاملة ومد أورانا يسا إسلام كلما إيمانين نظام سياسي وأمد لغم مامله من لها لغمان التلقين من اللو سودة جديد وأن منك أورانا يفصل الدين عن الدولة شرع على الإسلام كوحيك هذا شيء عقائد عباداتك يا أخلاق ذا لكن نظامك سياسي يا أمد لغم مامله أمد دولة لغم مامله شغلكم لها فصل الدين عن الدولة وحلو يقنا أن العلمانية الشاملة دين الإسلام كان نقطة علاقة بين العبد وربه كان يصدق بيعض معابد يهودية سيخة كوئك مساجد المسلمين تكوئك لكن الباب كاسي مركي كسر نقاغضه مسو قاري كرتو نولاش السياسية دو أمديات شغل دين تكوما إلها وذات وارد ويد لها ورين مقتشاور كسواد مغليسي تاوى العلمانية الشاملة نينك فنقا وحكاية قانا هذا الكيسور وكفه ما هي كتاب القرآن هو كتاب عام وقود ولقود ما يسترى فير سالك سبع عام فيري لقود ما يسترى عقائد كي عبادات كي أخلاق أفر سهي محادما وهوش العلاقة بين العبد وربه عقيدة عبادات بس هوش كلا سياسة ديت قاموس لو طلق علينا ماها من اللوسودجين هي العلمانية الشاملة فصل الدين عن الدولة أي عن السياسة هؤلاء كل عباداتك عقائداتك سلوكياتك هاللو دايو ووركي بوبك يكاتوليك إلا فردية وهي أو شا اسكو أقو ننكي انت أفانسا وفهم إلها هذا الكهوري يكادن بعلاقة كذا حيس انت دنبوا سياسة دي انت ورانا وعبادتك عقائدك فردك هاو هذه العلمانية الشاملة محاكو صهري العلمانية جزئية من اللي يدار من ظهر قال لي بقي سوي نقد تنا قال لي بقي سير مين دهنا تنظم محيطها علمانية شاملة وفصل الدين عن بعض نظم الحياة والدين تقول لك صوع اللي هذا كما شقيسه قيب كم إذا نولش آدمه قيب حتى مثلا معاملات كدين تشغلكم لها مثلا وحات الحدود وكله شرعات شغلكم لها قيبت لحالك وكله مثلا قيبت ودوينك وكله مثلا قابك قريها الله بين يوم مثلا يعني قيب نورش آدمها كم إذا هذا ترى شرع عظم ما خصيصه شغل لكم إلى محل إلى ذا العلمانية الجزئية نوع قال لما كله مسلمين محي قبال وحكستو نورش آدمها كم إذا شرع عظم فراه اللي قال يسوينا حكمتها وين ما مولى يسبق قواعدها الكلية والنصوص الجزئية التفصيلية قواعد كلية وحلوة جيدة شيء والباء أو مسلمين تضنطوا ذاك الشقين يا وبنائها إنا السمايان أفر قضب هذه اللي جهلوا قضب كوبات شيء أسقى وإنو حقيقة هي مقصود كي يوجد الشرع جاء هاي مثل عدالة أوكله حق الله إلى لي أوكله أمن جينا بتجلي أوكله برواقض إيه نولش يدقالي هرمرو كالي أن يحقق المقصود الشرع المطلوب وسيلة إيه وذيقاه وإن حقي جنيس قضب شرط اللبات وإن وسيلة إيه كيفية إيه طريقة أيضا بشنين أيضا كور إيمانين القواعد الكلية العامة للشريعة الإسلامية وإن إيسان كور إيمان شرط صادحات وإن إيسان كور إيمانين دليل جزئية ولا حكم شرعي وتفصيلية حكم شرعي وتفصيلي يدل جزء وين يسنكور إيمانين طريقة كيفية استعمالين شرط أفراد وين يسن أستجا قل لي سكذا لأن مفسد كوين مصلحة اللي يقول هذا اللي وحق يجني أفر تاشر دي وسيلة دي طريقة هذي وفسته وعلنا وطريقة شرعية دينية لأنه قواعدي
كما هو إيمانيس نصوص تفسيرة كما هو إيمانيس حكم شرع كما هو إيمانيس مقصود كالشرع يا إلهي ربي وحقيقة نيسا مفسد كوينة كما هو إيمانيس فهم كالدينية دي سحن بالغار ربا شيخ الإسلام ابن تيمية إن بدأ حكاها الله وذا أقوانت يري الدين تأقوانت ديرات كان أولا هين مركي الدين كاها الله مردبات وحي قيستان إن بقر رضي سياسين تشرع عليك فقادات وآفتاً كنت تسوك كاها الله وذا دانا قوم في عن دين كأولا هين مركو كاها الله النظام كسياسك الدينيت شريعة كاها الله بقر كي وحوش ليه هاي شريعة أفقابنا شريعة الدين نبي محمد أفقابنا سيد مرهضيت أنت هذا ومعي وحكم الديوان والسياسة وحكم الياسة والياسق وهذا حكم الشر محاكم عسكرية وانشغل كل دين الله سميستي أنظمة الله سبحانه كنيب وداد حمي أقوان قابن ودين تسيح خلدان أترجمي كرب بين شيئي أفديري فافاسنانتي إيا إحاطة دي شرع الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يده وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون إذن ولقد جيناهم بكتاب فسلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون إذن قرآنكم وكل شيء فصلناه تفصيلا شرع الله وحاوي تفصيل كاس بالقواعد وبالأدلة التفصيلية الجزئية وحكا بحكرة مجرى هاسكو خالدين وحي يقانون أصوليين تم مسألة مهم جدا وهي مسلمة يلا إذن قدرا هاسكو خالدين وحي يقانون أصول تحقيق المناط وحل ليلة هذا تحقيق المناط وأصل ديني وحتى عامض أي كل اجتهادي كرتو إسكاد علومة دي عامض مثل إيمد وحيو لشيخو صلاة فل يفعل نوع ما يكون برتاع مركز محايد هداد إن بضان رقاضو فل يفعل بضان لاتي ما دانا بطلت صلاتك صلاة هذا هو برتي فعلك هذا يري هينا ما كان برين عاما يوم أبا هينا وشيغو فعلك بضان انتو يهايو فعلك يري انتو يوقران إياه إذن تحديد كشيغة هي طريقة ذوكو حقيقين إياه وحالو يقانا تحقق المناط إلهي قال الله دقال الله مو اسكعلي يبوري قرق النوع عاسى استعمال ميون نيري وحو والبا يا الله والبا واجب كفو له هيو باين وفرا شارع نسنا قريب نبي وحول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تذكر وحا إمام أنه قرآن كان نينك أوي قانا قرآن كان يقص النظام نينك السنة أوي قانا هذا يقص النظام نينك وإسلام هو الرئي أما أجر هو الرئي ميو ينو شيغي مركان امام اباهانو نبيغو ميو عديي مركان امام اباهانو قابكي ان كو سو ساري لهين امامك او يقان قرانك كيفيه من لو شيغي ميان لو شيغي مسن لو مشيغي والله يدين شيغي سيالا دين كو أقرأكم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وحكم كشرعها حكم كشرعها يا سيدها نينك ما أنت بلال إمامك كرن قنها يا برشود ولم بل هجامين هي مع اللي هبل بقول بقول معلمين بج القرآن كوالا يقانا إنه نينك أقو قارسين يا القرآن كأقو يقانا أقو حريف سين سين كأقو قانينا سيد أنكو سو صار الله وطريقه نوفران تحقق المناط بالي هذا حكم كبير ها سينكو حق الجنة امتحان هلا قاضي أو وذا ده في رواوين هلا كيان أو دوب رواوين وقرآن كأدو يقانا معلم تواصور فريستين إن ده أجزين آخر سورة هبلو كحي وط تدبس أهلا ويدي وأديه كرا ما أديه كرا رمضان باصوص عده نينو شنط شن يتوان كورن دتوش أدو هنا شيء تمام قدام به قف كينية قبل دعينا أغانينا إنا وحاديه كرا بل وحاد يا شاذو صر فريستو إس حجيستا لابد إنه صر فريستا إس حجيستا هاي آيات حقيقة جرتا نينك يا يلو ركوك يستا على أنا إسكاتك ماشة حكم هاي سيدا إمام نوح طريقة يا قاب كي كيف إذا نقصه صار إن نينك القرآن كأوي قانا لابد إن يصدر عنن وطريقة مفتوحة
dariiqo walba iyo waddo walboon maro oo hirgelinaysa in la soo saaro أقرأهم لكتاب الله وينوف صحنتاي وحال لو يقان عند الأصوليين طريقة تأدى بها الواجب وليس بواجبة واجب كبا كف لي أيضا مطلوب معها اسكت لو مرة ووصيلة حقي شنيسة مقصود كي شرعي قاها وإن لا صوصاره أقرأ الناس لكتاب الله وصيلة وحد كي إذي أفرت كي شرعي هذا كوسو شاكم حي أهين إن مقصود كي حقي شنيسة إن قواعد الشرع على إسكور منينين إن دليل أم حكم جزء إسكور منينين إن إسكدر لينين مفسد كوي يعني شرع على نوحي كتكتم مجران إما بالقواعد الكلية وإما بالنصوص أحكام التفصيلية الجزئية مركة العلمانية الشاملة إيو العلمانية الجزئية إسكيرا وحي يقرع ذي أو شيء إذا كبر الدين سعن وقاسبة وحال الشيء بعدها العلم الشيء سيدنا عمر إنه لها ولادو كالي نيو البمر كو جوغا افر سنه وميل كتلي انو كبدل جري مخصاو يالاي و هو اركاي اني كو هرغليس حقيقتي عفوا مقصود كي شعوا ماحي عدالتي ينن امرودو كو حدد المسلمين تا يونا اسو اسن افوبين و هو اركاي ان لو حددو مدده لو حددو لو يري و هو سمين جري نين ان اهين صحابي والي بكما دغيتين سيدنا عمر ولذلك بعض اهل العلم وحيد للشدان انكم صحابيه ادل للشدان مركي خلافكم بطو عمر با والله مدينه فلان عمر با وديبي مغالي هبل والي او غدغي امير عمر محلو او من سياستي وقاعدتي انه لا يجعل الولاه الا من الصحابه انه وايبا مويه يعني وهو اركي طريقه امر اني هرجل ليسو مقاصد الشرعيه هي نصوص كهريمينين قواعد الدمينين مفسد كوين كذا لين شروط داس الله مريا مرق وحم بربعان تد بريها الله وضع آدس كذا إلى ليه لأن يرد الله الله يا أن مسألة نقول دولين وحبنا عن كآخرين طيب